يا سلام، معنى كل الطرق تدور على فلان، يعني يقول مثلا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، كل من طريق، لكن تصب كلها فلان عن فلان عن فلان، وتتحد في زيد عن أنس عن رسول الله. مثلا أبو داود يرمي عن فلان عن فلان عن فلان، عن زيد عن أنس عن رسول الله، فلان عن فلان عن فلان، عن زيد عن رسول الله. يحصل ممكن تكون له 100 طريق كلها تنصب على شخص واحد، زيد عن أنس عن رسول الله. فإذا كان زيد ضعيف، هو مشترك في كل الأسانيد، فالحديث ضعف.